السلام عليكم. حضرت مقطعا من لقاء قبل شهور قام فيه إيلون ماسك مالك منصة إكس باستضافة نتنياهو، حيث سأل ماسك النتن كيف يتم تدريب جنود إسرائيليين على القتل والفرح بقتل المدنيين. وكان ملخص جواب النتن أن الوحشية التي يمارسها جيشه في غزة مبررة، لأنه لا بد من القضاء على المقاومة لتصبح غزة أكثر سلمية واستقرارا، وأن ما يقوم به جيشه الآن هو لمصلحة غزة ولمصلحة العرب والمسلمين في فلسطين ولمصلحة العالم. وأكد أن التغيير ممكن أن يحدث كما رأينا في ألمانيا واليابان بعد الحرب العالمية الثانية، ويقصد أن السحق الذي تعرض له شعب البلدين أفلح في تقليم أظافره وجعله أكثر طواعية وخضوعا. كما أثنى النتن على التغيير الحاصل مؤخرا في بعض الدول العربية باتجاه محاربة التطرف، ثم ختم بأنهم سيعملون على نزع التطرف من غزة بعد القضاء على المقاومة من خلال العمل على المدارس، لأنه فيها يتعلم الأطفال قيمهم، والعمل على المساجد. محل الشاهد من هذا يا كرام، هذا الخطاب مذاع معلن على منصة عالمية وبلا إنكار من النظام الدولي ولا الأمم المتحدة ولا مجلس الأمن ولا أذناب النظام الدولي من دعاة التحرر والنابحين على الشريعة من بني جلدتنا. وكيف يستنكرون هذا الخطاب وهو يمثلهم جميعا، بل وهم الداعمون والمؤيدون له بلسان الحال أو بلسان المقال. خطاب خلاصته لا بد من الوحشية ولا بأس بالقتل بلا رحمة والفرح بقتل العزل، كل هذا مبرر ما دام هدفه نزع التطرف وأن يخضع الشعب الغزي لإرادة النظام الدولي وربيبته إسرائيل. انظر في المقابل نباح هؤلاء جميعا على الإسلام والتاريخ الإسلامي وآيات وأحاديث الجهاد وتعيير المسلمين بها، مع أنه في الإسلام الهدف من الجهاد هو حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، بينما في الإجرام الصهيوني الممثل لقوى الشر في العالم الهدف هو الإخضاع لقوى الشر. في الجهاد الهدف هو لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة الله وحده، وفي إجرام قوى الشر الهدف هو لنستعبد الناس الذين ولدتهم أمهاتهم أحرارا. في الجهاد يقول نبي الرحمة صلى الله عليه وسلم: ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا، ويقول: إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة. وفي إجرام قوى الشر: اغدروا، أعلنوا عن مناطق آمنة ثم اقصفوها، مثلوا في الناس أحياء، أحرقوهم، ابتروا أطرافهم، مزقوهم أشلاء، اقتلوا أطفالهم ونساءهم، اهدموا عليهم مساجدهم. هذا كله مبرر لنزع التطرف ممن تبقى منهم وإخضاعهم لنا. في الإسلام يقبل ممن لا يسلم الجزية ويأمن على نفسه وماله وعرضه وممارسة دينه. وفي إجرام قوى الشر: سنسلب أرضك ونسرق ثرواتك ونتحكم في تعليمك وأسرتك وأبنائك وإعلامك وخطبك، وإذا قاومتنا فالسحق والتدمير. لغة القوة هي الحاكمة، دعاوى التعايش السلمي والقانون الدولي كلها في مزبلة التاريخ، ومن يعلم أبناءنا غير ذلك فهو خائن. وصدق شوقي إذ قال: كم من غزات للرسول كريمة فيها رضا للحق أو إعلاء، كانت لجند الله فيها شدة في إثرها للعالمين رخاء، ضربوا الجهالة ضربة ذهبت بها فعلى الجهالة والضلال عفاء، دعموا على الحرب السلام وطالما حقنت دماء في الزمان دماء. والسلام عليكم.